صراحه نحن واضحه شوي وباهي شوي وتخدمنا وتخدمهم. نحن من ناحيه النظافه نلتزموا بالنظافه الاول صح. ثانيا احنا نقترحوا يعملوا تندم واحد. تندم واحدة متراج معين تخدموا البلديه. هذه تخدموا البلديه على روحها ونحن نخدموا على روحها. شويه نظافه وما يطبقش القرار هذا تحمل مسؤوليه القانون. خاصة وهي جاي متطرف شوي وثما ناس تسكن بعيدة ثريف وثما وهو جاي داخل خلاص ونحن نخدموا شويه مع الباساجي منه ومنه. كل المسؤولات المعنيه باش تنظف لنا البلاصه هذه الناصبين فيها تو تعمل ترسات وتخدم تعمل تندم واحده تخدمها البلديه ونحن نخلصوها وما عندناش عليها مزيه. واحنا لنا ماناش ضد باش ضد البلديه ولا السلطات المعنيه ولا لا احنا معاهم ينظفونا ويقلونا ونحن نخلصوها. الناس الكل طالب الناس الكل معناتها نحن مانيش رافضين حتى قرارات نحن مع النظام ومعناتها مع كل شيء. نحن نقترحوا البلدية مجرد اختراع هم يعملون تراساج معناتها يحبوه هم يعملون تيديت واحدة فهمتي خلصان فيها ماهمش يعملوا بالمزية معناتها الحاج يعملها انا معاه. نحن مولد الرزق نتاعنا الوحيد هو معناتها جي بي 5 طريق رئيس اللي كيبعدوا عليه ما نجموش نخدموا. احنا نطالبوا السلطه المحليه باش تكون معاهم وباش ما تضيعش لهم الموارد الرزق نتاعهم وطالبوهم باش يعملوا لهم مكان مخصص باش يبيعوا فيه الغلال والخضره. المشكل نتاع الاكتساب الفوضوي هو مشكل قديم حديث. سبق وانه الاكتساب الفوضوي غزاء الشارع الرئيسي. الشارع الرئيسي اللي هو الشريان يعتبر بين شرق البلاد وغربها وفيه برشا حركيه اقتصاديه وحركيه نتاع سيارات كبيره ياسر. البلديه وقت دخلت اول ما دخلت شدت السلطه المحليه 2018 عملنا على اساس انه نحو الانتصاب الفوضوي ونرجعوا جماليه المدينه. لقينا الحل الوحيد انه نكريو ديوان الحبوب ونقسموه على التجار كل واحد ومساحته وكل واحد وامكانياته وكل واحد وقوه النصب نتاعو. عملنا الكراهات هذاك بسعر مليون في الشهر، يعني كل عام البلديه تدفع 12 مليون ديوان الحبوب مقابل ان المنتصبين يمشوا غاديكا ينتصبوا غاديكا. وفعلا نجحت الفكره وتحولوا النصاب كل السوق وخدموا بالقدا. وحتى في فترة الكورونا اللي هي تعتبر فترة صعيبة اقتصاديا إلا أنهم خدموا بالقدا وارتاحوا الحوانت وتنظفت الشوارع، الشارع انضاف بالقدا. وبعدها مدة بعد ما تعدت الكورونا جات الصيف جات جوان وحبوا المنتصبين يخرجوا للشارع من جديد نظرا لأنه عندهم شوية دلاع وقال لك نحن نعملوا ميسرة متاع شهر ولا شهرين ونرجعوا. بالطبيعه نحن ما كناش راضيين ولكن كنا نعتبروا الشرطه البلديه باش تخدم خدمتها واللي هي باش ترجعهم او هي تعمل المخالفات اللي لازمه لهم الا انهم ما عملوا حتى شيء. قدموا للسلطات الجهويه والسلطات المركزيه على اساس يعاونونا باش نرجعوا المنتصبين نظام الفوضويين اللي بسببهم هما وقعت برشا حوادث وبالتالي تربح البلديه ويربحوا النصابه ويربحوا المواطنين على اساس يتمتعوا بالشارع.